عز إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب، ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهم الأصول التي يتميز بها القديم عن الحادث، هون بحث كون إن من أدق الصفات التي يفرق بها بين القديم والحادث هو التغيير. فعندما يتفكر العاقل في هذه المخلوقات يجد أنها تتغير من حال إلى حال، فهي تتغير من العدم إلى الوجود ومن الوجود إلى العدم، وتتغير في صفاتها من صفة إلى صفة، فتزول صفة وتحدث صفة أخرى. فنجد الإنسان يتغير من صفة الرضا ثم يزول هذا الرضا ويحدث الغضب، أو تزول القوة ويحدث الضعف، وهكذا. إذن فالحادث المخلوق متغير، بينما القديم عز وجل لا يمكن أن يتغير، فكل متغير حادث. خلص الدرس. في أحد منكم ما فهم شيء؟ بين القديم والحادث حدا يمكن بيوع الترين الترمباي اللي كنا نروح نجي فيه، هذا قديم ولا حادث؟ بعصره حادث، أما اليوم بالنسبة لنا قديم. من عنا التغى، ما صبي له أثر بنوب، لكن بتركيا لا يزال موجود. لساعتهن النن القديم تبعنا صار حادث عندهن، والحادث عنا يمكن يشوفوه ويمكن ما يشوفوه. في شيء طرأ عليكم حادث جديد ما كنتم متوقعينه؟ والله رحمكم برمضان، مستطعتوا برمضان تغيروا الحادث؟ في أحد منكم غير الحادث برمضان؟ أنا كنت بفطر الصبح بعد صلاة الفجر، وبتغدى بعد صلاة الظهر، والعشاء بين المغرب والعشاء.
هذا صار قديم، بدلته. بس يأذن المغرب باكل وجبة، بعد صلاة التراويح عندي وجبة، وعلى السحور عندي وجبة. هذا حادث القديم تبدل، ولا يستطيع الإنسان أن يبقى على القديم، لأن هذا القديم أصل حادث. أما القديم لا يتغير ولا يتبدل، القديم صينية تبع قهوة بالبيت، وحدة صناعة حديثة جديدة من أروع ما يكون، وحدة نحاس عمرها شي 100 سنة. أني أغلى؟ ليش القديم غالي والرخيص والجديد رخيص؟ لازم يكون الجديد غالي والقديم أكل عليه الدهر وشرب. قال لأن هذا القديم طرى عليه أزمان وهو ثابت على ما هو عليه، وثباته رفع أسعاره. صح كلامي لهون؟ السيارة موديل 18 إذا حطيناها قدام موديل 2012 نفس السعر، شو رأيكم؟ أنو أغلى، القديم ولا الحديث؟ اختيار مهرهرة ما عدا بشتريها، بدنا واحدة جديدة، ما هيك؟ فمن كلمات شيخنا الله يرضى عنه قال: ليس كل قديم ينبذ ولا كل جديد يؤخذ. القديم له مكانته والجديد له مكانته. طقم كنبايات حفر عمره شي 100 سنة بسعر طقم كنبايات طالع تازة جديد، أنه أغلى؟ ليش الناس بيدور على القديم؟ ولو كل منكم يعلم القديم ويتبع القديم لكان أسعد المخلوقات. وإليكم الدليل، أنا بحياتي لشبابي لبست بنطلون، لكن لما علمت أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لبس بنطلون بطلت ألبسه، ورجعت لللباس القديم. هذا هو قميص ولباس. لما لجأت إلى القديم ارتفع شأني أو نزل؟ أنا ماشي بفرنسا أوعي قميص ولباس، شخصية مرة شالح البرنيطة وركع، قال لي: محمد؟ قلت له: محمد. يعني احترمني لأنني أقتدي بسيدنا محمد باللباس العربي الذي كان عليه، ما غيرت ولا بدلت. يا أخي بشأن الناس ما يحكوا علينا، أنا آيست عن الناس والبشر كلهم
وأردت أن أتمسك بخير البشر فكنت أرفع وأرقى إنسان بين المجتمع، لأني تمسكت بخير البشر. وهلي نزل لمستوى نمشي مثل الناس حتى ما يحكوا علينا، نزل قيمته من 10 للـ5. في هيك شيء؟ الشيخ نايف إمام مدرس مرتبط بوزارة المعارف، له مرتب بيتم محدود. انطلقت أنا من أواعي العادات والتقاليد، ولباسي اليوم ما في حدا يلبسوه، وعندي طقم جوخ ما عاد احسنت البسه انا. ادور مين بيلبس جوخ للبسه يا ما عم لاقي حدا. مين ما قلت له بدي باخذ للبركه مشان نعلقه، بدي واحد يلبسه يهريه، ما عم لاقي، لانه موديل قديم. فأنتوا عم تقولوا إنه ليس شيء أفضل من القديم، ولا شيء يعادل القديم، وأنتوا عم تربطوا ورا الجديد وأهملتوا القديم. رح أدخل بمدخل ثاني. القدم لسيد الأنبياء، سيد الرسل، قدم أو حادث؟ لعصره حادث، أما لزماننا اليوم قدم. هل رأيتم من سلك طريق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفشل في الحياة؟ ممكن شيخ حسان الفشل عم يكون لأنه الإنسان الفاشل بيدور على ظواهر الأمور، الإنسان العاقل بيدور على حقائق الأمور. عليه الصلاة والسلام أظن، ما بعرف أنا لأني ما كنت في عصره، بطرح أنا إذا كان أنا غلطان صلحوني، هل أخذ بقوله سبحانه وتعالى قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم نائمون؟ إنني أخذ بهذا الكلام. الشيخ حسان عم يقول لا، شلون لا؟ قليلا من الليل ما يأجعون وبالأسحار هم نائمون. هيك صفاتك أنت؟ والله عندي يقين ما من إنسان على سطح الأرض يحاول أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يرفعه الله فوق كل من حوله. عندي يقين. لذلك أنا إلى هذه الساعة لا أزال على الخط المستوي، ما بحاول أغير ولا بدل، عم ألدو بالأواعي. فجعل الشأن رفيع لأني عم ألد بالأواعي، ويمكن أن يكون عندي بعض الأخلاق أتخلق
ببعض أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، فهو قديم أو حادث؟ بالنسبة للعقول البشرية هو حادث، لكن الحادث تبعه كم سنة صار له؟ بالنسبة لعصرنا اليوم وضعه حادث أو قديم؟ شو شيخ حسان؟ قديم. إذا لو تمسكنا بسنته صلوات الله وسلامه عليه فنحن مع القديم، أعرضنا عن الحادث أو لم نعرض؟ إذا قلنا لكم قوموا وقفوا، كم واحد منكم لابسين شروال؟ يعني لابس قلابية عم يستر حاله؟ أما تحت القلابية في بنطلون، في أحد منكم تحت القلابية لابس شروال؟ فيه شيء شيخ بشير؟ يا أخي الناس يضحكوا علينا. أنا ضحكوا علي. ماشي بصائر جن. شيخ شو لابس؟ مني جوب؟ فكنت أنا أعمى وأطرش وأخرس، ما سمعت شيء. دهقني اثنين شباب، قال أستاذ سؤال، تفضل. قال هذا اللباس اللي أنت لابسه سنة؟ قلت له نعم. مسكت بالسنة حتى أصل إلى الفرد. قال إذا بدنا نلبس مثله وين بدنا نلاقيه؟ قلت لهم وقت بدكم تلبسوا مثله أنا بخيط لكم مثل ما بخيط لحالي، بس تنتظروني 30 يوم من اليوم، بتجوا لعندي بعد 30 يوم أنا بفصلكم طقم مثله تماما. راحوا ما رجعوا؟ لا ما رجعوا. فأنا أدركت من سؤال هون، يعني سؤال سخرية، شلون أنت حسن تقوم هيك؟ شو صار يعني؟ القديم أغلى بكثير من الجديد، والجديد أغلى من القديم. ما المهم تلبس الجديد أو القديم، المهم أنت على الأخلاق القديمة. الأخلاق القديمة واحد واقف بالطريق، واحد ما قال له خلي لي هالأمانة عندك لا أرجع، قال له عمو ما لي قرار، أنا هون أنا واقف لقضاء حاجة، قال له أنا برجع لعندك. مرة اليوم ما رجع، ثاني يوم قاعد بالطريعة بيستنى يرجع صاحب المصاري، ما رجع. ثالث يوم ما رجع، رجع مرتك ولادك، قال ما بيصير، أنا وعدته أني بستناك. رابع يوم ما أجا، خامس يوم قال له يا أخ العرب قد أتعبتني
وأنا واقف هنا أنتظرك 5 أيام. هذا قديم ولا حديث؟ مين منكم إذا وعد وعد بيجي على الوعد؟ شو شيخ حسان؟ عد وعد؟ اليوم ما صبي من يأتي على الموعد وأعطانا الدرس إنه أنا راجع لعندك، رجع بعد 5 أيام. قال له ما تأخذني، أنا رايح معي أمانات، رحت لحتى أوصل هون لحلب، ألقوني هنيك نيموني عندهم لتاني يوم لحسن ترجع لو صرت لعندك. مين فيكن عنده استعداد يصمد ويصبر ويوقف بالطريق 5 أيام ليجي صاحب العلاقة؟ مين فيكن؟ القديم كان عندهن أحد الأشخاص استدان مبلغ من بلد، انقطع البحر ما عاد حسين يرجع المبلغ، وكان المبلغ بالليرات الذهب. فجاب خشبه حفرها وحط ليرات الذهب فيها وسكرها، قال اللهم أنت تعلم أني أنا استقرض ابن فلان بالبلد الفلانية ولا أستطيع الرجوع إليه، فأنا راح أبعث له الأمانة أنت بتوصل له إياها. ولحش الخشبة بالبحر، ثاني يوم هداك ألا لما ابتلك قومي نعود شوية على شط البحر ببلده. قعد على شط البحر شاف خشبة عم تمشي مع الموج، بعدين اجت لعنده حاطط فيها ليرات الذهب وكاتب هي أمانة لفلان لأنه أنا استقرضت منه وانقطعت الطرقات بيننا، فأنا بعتهم على سبيل الله وأرجو أن يصلوا لصاحبهم. فتح طالع ليرات الذهب بالعدد، أرى الورقة المصاري إله. مين نقلهم بالبحر من بلد لبلد؟ بعد كم سنة رجعت الأمور طبيعية، ما وصلوا خبر إنه الأمانة وصلت، أخذ المبلغ تاني مرة وراح لعنده قال له لا أنت بعت لي إياه بالخشبة وهي الخشبة وهي الورقة اللي أنت كاتبها. مين وصل الأمانة لصاحبها؟ اقلوا لي أنا بحد وصل من بلد لبلد لنعلم أن العناية الإلهية لا تتخلى عنك وأنت تتخلى عنها، فيوصل لك الأمانة مع الذي لا يمكن أن تصل. مين منكم له أمانة يحط أمانة الحجاب البحر وعنده يقين تصل لصاحبها؟ والله دول شيات الفلوك هاي اللي بيروحوا بيجوا، والله بين بتوبة من على الطريق ما بقى شيء. إذا هيك نواياك كون على يقين ما تصل، وإذا صار عندك اليقين
بأنها تصل لصاحبها، تصل، والله قادر وصله. سيدنا موسى اجت الأوامر، حطوا بتابوت والحسوا بالنهر، هيك عم يغني قبل أمه، وين راح الولد؟ ثاني يوم ثالث يوم بدهم مرضع له، ما لقوا غير أم الولد، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يعني هي الأشياء هي لا معقول، أين نجدها؟ معقول سيدنا موسى يصل لقيت فرعون عدوه ويتربى ببيت عدوه فرعون، وتجي أمه ترضعه ببيت فرعون وتأخذ إجرة على رضاعته؟ ما أخذت إجرة؟ هي وين هي؟ هل عندنا اليقين بأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد؟ فهي الحادثة تبع سيدنا موسى قديمة ولا حديثة؟ شو شيخي؟ حادثة هي جريد. كل ما حدث حادث، القديم ليس إلا الله سبحانه وتعالى، هو قديم من الأزل وقديم بالأزل وقديم لم يزل وقديم حتى يزول الأزل. هل يمكن للأزل أن يزول؟ ممكن؟ الأزل لا يزول، فهو قديم، وكل ما سواه حادث. فأنتم كلكم حادث. شيخ محمد حمود، لو أبوك ما تجوز أمك بتجي أنت؟ فمين جوز أبوك لأمك؟ ومين طالعك من بطن أمك؟ ومين ساواك شيخ؟ ومين حفظك كتاب الله بإرادتك؟ مشي مع الشباب، صار يشرع سيكارة، تذكر شيخ محمد؟ كان مساكن برزي، شافوا شيخ رمضان، ونزلت فيه بالعصاية. يا بابا ما حرام؟ أنت مؤهل لأن تكون عالما، تشتغل بالسيكارة مع اخواتك؟ بطل السيكارة بالمرحلة الإعدادية واشتغل بالدراسة ونجح بالبكالوريا. إذا نجح بالبكالوريا طلع له هندسة، درس هندسة، مع دراسة الهندسة حفظ كتاب الله، مع دراسة الهندسة تعين إمام وخطيب، مع دراسة الهندسة صار إمام وخطيب، تابع هذه وهذه، وزوجة وأولاد. الآن هو كمهندس مهندس، وكحافظ حافظ، وكإمام
إمام وخطيب، خطيب استطاع أن يجمع الكل، ما عاد يروح من وقته شيء. ما يوم من الأيام اشتكت مرته أنه ضيع حقها على حساب غيرها، أدى لكله بحق حقه. هل نتوقع غدا بين يدي الله عز وجل بدون أن تروح ملك محل؟ أو بيقولوا له أنت ليش قاعد مع هذول جماعة؟ قوم 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 قوم، أنت روح لهنيك الباب مفتوح إلك، فتدخل الجنة ولا تدخل أحد معك، روح هذا المكان إلك. تتوقع وبيرضى؟ نفسيته لمحمد بيقبل يروح على الجنة ويترك الكل؟ يقول له يا ربي في أبي في أمي في أخواتي في اللي تعرفت عليهم أنا بالحياة، ودلوني على الطريق أو دليتهم على الطريق، هذول أنا بحبهم ما لي غنى عنهم. فبيجيب الإذن الإلهي، روح يا محمد على جهنم. مين بدك من أهل جهنم طالعوا؟ أخرج من شئت من النار وخذهم إلى الجنة. هي بلاش تصير، إذا ما بتدفع قيمتها بتحصل عليها. شو دفع مسكين كمهندس بيلبس بنطلون وجاكيت، لاحش البنطلون ولبس القلابية ولجأ إلى الخط النبوي مع حفظ كتاب الله مع تطبيق آيات الله على نفسه وعلى عائلته في بيته. إذا دخلت على البيت ما بتشوف البنات بالبيت مثل بنات الناس، بوسط بيتها بتبقى عامل محافظة على حجابها بوسط بيتها. ليش؟ قال تخشى أن الملائكة إذا شافتها عريانة ما تدخل البيت. وين هذا موجود؟ هذا وين موجود؟ مين منكم بيضمن زوجته بالبيت ما تيم على راسها حتى البلكة ما تروح من البيت؟ تضمن يا شيخ نايف؟ شيخ نايف قال ما بيضمن. أبو أحمد تضمن؟ ما بيضمن. شيخ حسان؟ شيخ قاسم مأمن ما بتيم على راسها أبدا. ولو أنا رحت على البيت ما بتخليني أشوفها، وسبق رحت عنده على البيت ما خلتني أشوفها. قال له شيخ رمضان جاي، قلت له لا رمضان ولا بطيخ، أنا ما بين على حدا. تبين عليه هلأ مرتاج؟ ما بتبين عليه. كما أنها من خوفها من الجو الحادث قالت له إلك ما ببدياك دور دور على غيرك. راح أخذها واحد ضمها ولا تزال هي مضمومة بصدره، ما هيك؟
مو مضمومة بصدره، هذا ضمة. وصفته نعم الصهر، ما هيك شيء قاسم؟ نعم الصهر القبر. ومرتي هيك عملت فيه كمان، راحت وعدت بالقبر وحدها ما بتاخذني لعندها. وكل منكم بكره رايح على القبر، لا تفكر بالقبر، فكر ماذا تزرع بهذه الحياة للقبر. رايح على القبر ولا لا؟ ماذا تزرع بهذه الحياة للقبر؟ بدنا نعرف القديم والحادث. كل شيء في هذا الكون حادث، وليس قديم سواه. قديم من الأزل وقديم في الأزل وقديم لم يزل، وانتم كلكم حادث. صح يا شيخ نايف؟ انت حادث؟ نحن بنعرف الحادث. اذا واحد راكب بسكليت طرق زلمه يعمل حادث، سياره طرقت، سياره عملت حادث، هذا كله حوادث. انتم وجودكم حادث، وليس قديم الا الله. قديم في الازل وقديم لم يزل. من يزل سواه؟ في هذا كله يزول الا هو، باق دائم حي قيوم موجود في كل مكان وفي كل زمان هو موجود، لكن إذا كنت تناديه يلبيك. إذا أنت ما بتناديه ما برد عليك، ناديه وتفرج. واحد ضايع بالصحراء هل يتوقع أن الله يرعاه؟ صار الدنيا عتمة، ما عاد واحد يشوف طريقه، واذ بيطلع له وحش شعراته مغطين عيونه، شعرات بطنه طوال، وقف على رجلين، ها فكان من الإنسان العاقل. قال له ما عيب عليك تخوفني؟ ليش ما بتعرفني أنا مين؟ واللي بعتني مين؟ وراي مشان خاطر مين؟ مشواري لمين؟ عوض ما تمشي قدامي تدلني على الطريق. حط راسه الوحش بالأرض، هزر له بذنبه، امشي قدامي لا الحق. مشي قدامه ولحقوا تماشي وراه لوصلوا للشارع العام. وشاف نهر، قال له انت الله يعطيك العافيه حاجتك، انا بدي اتوضا وصلي. نزل على النهر توضا، وقف صلى المغرب والعشاء على كنار النهر، وهذاك الوحش قاعد هيك عم يستنى. قال له شكرا لك، كتر خيرك، انا وصلت للزفت رايح تابع طريقي لحالي. الوحش همهر له راح، وهو
سار في الطريق حتى وصل إلى الغاية. هي وين بصير؟ صارت مع الصحابة، واللي صار مع الصحابة بيصير مع البشر بهذا العصر؟ شو المانع؟ إذا صدقت صدق الصحابي ترى فعل الصحابي، وإذا استسلمت للحضرة الإلهية هو ما بناك بشان يهدمك، بس هل أنت معه؟ فأنت معه بالقديم ولا بالحديث؟ بالحادث ولا بالقدم؟ وين شيخ حسان؟ بالقدم. لما كنت أنا الطفل ما بملك شيء كانت القيادة بإيده، لما كبرت وصار عندي قدرة الحركة وإبداء الرأي سلمت القيادة إله وبقيت على إرادته. ليس لك من الأمر شيء، وأنا على إرادته وحسب ما تقتضيه مصلحة رضاه. ممكن أندم بهالحياة أنا؟ ممكن شو بالندم؟ أبي مر علي كل يوم بتذكر الماضي شو قضيت، شو مر علي في الماضي. لا يا حالي اليوم أنا بنعمة عظيمة كتير. مين قام الماضي وحط الحاضر؟ مين قلب القلابة وهدي كان تحت صار فوق وهدي كان فوق صار تحت؟ مين عم يشتغل؟ وهو معكم أينما كنتم. مغرورين إنه محافظين على رمضان. أنا صايم، جوزتي طأطأت بدرس الظهر، الشرع سمح لي، أنا عندي إصابة قلبية ممنوع صوم رمضان. لو فطرت علي حرج أنا؟ وبطالع كفارة أطعام مسكين؟ لكن حكيت أنا وياه قلت له أنا رح طالع كفارة أطعام مسكين وبدي صوم. قال لي الأطباء قالوا لك لا تصوم. قلت له أنا بدي صوم. إذا الموت بده يجي بالصيام يا محلى الموت. أنا من شيء 35 سنة الأطباء منعوني من الصيام، فطرت 3 أيام بعدين صمت ما حكيت لحدا. امبارح كان طبيب القلبية بيعرف وضعي، قال الأفضل تفطر. ما راح بفطر وأنا صايم. إذا ارتفع الجهد ما حد حسنت أخذ نفس بفطر، لأن طالما ما في شيء يزعجني. طقطقت جوزتي شوية مي بلها يلي أوجدها ببلها. لما أنت بتجازف تستسلم، بتسلم الأمر لصاحب الأمر، تتوقع أن صاحب الأمر بتخلى عنك. أنا بدرس الظهر اليوم وصلت لمرحلة يعني أكاد أنه ما عاد أحسن أحكي. فطار ما بفطار، ومعكم فطار ما بفطار.
اتعلموا علو الهمة، علو الهمة في الإسلام. مثل العفاريت، أنا عند الصلاة كسلان، هلا بصلي بشوي بصلي. الله يرضى عن خليفة المسلمين إذا كان اسمه جبار وظالم، شت عن ذهني اسمه، اجتمعوا جماعة حاجة تظلم البشر، قال لهم طيب امشوا، ما لبس لباس الملك، لبس لباس عادي. مر عند واحد ببيع حق وشربه، حق وشربات، أبي صلي على قاعد المحل، استنى لخلاص صلاة، قال له عم أعطيني هالشربة هذه، نط مثل الغزال جاب الشربة، قال له أرجيني الحق هداك، صار ينط وتجيب من عرفه. بعدين قال له ليش عم تصلي على القاعد؟ قال له والله أنا عاجز وما بحسين امشي ولا بحسين بروح ولا بجي. قال له انت لما طلب الدنيا عم تركض مثل الغزلان، ليش ما الله ضعفان ما لك حاجة تحرك؟ شد حيلك مع الله، الله بينصرك وبيعينك. وإذا ما بتشد حيلك مع الله ناخذك بنحطك بالسجن، لأنك عم تصلي على القاعد وأنت مثل الغزلان عم تنطويط. وأنا بعيني أرى كثير الصلاة على القاعد على الكرسي، لكن ورا الدنيا خيال بركض، وأنا مالي حاسين سوء، مريض معي القلب. كثير بيجيني أشخاص أنا كمان معي القلب، وأنا عندي ضعف في القلب، والأطباء وصلوا لمرحلة يئسوا مني، ما في دواء. والله أحد الأطباء حكى لي بصراحة، قال لي والله كل الأدوية اللي عم نعطيك إياها عبارة عن برداية، أما هذا المرض ما له دواء. ما له دواء لا تعطوني دواء، خلصنا ما عاد بدي دواء. إمتى ما أجا اسمي بالقائمة موت. أنا كنت متوقع بالخمسين كنت من أهل الدار الآخرة، بعدين صاروا ستين، بعدين صاروا سبعين، وأنا متوقع اليوم قبل المغرب ساعة يكون الآخرة تبعي. ممكن، ممكن شيخ بشير، ممكن قبل المغرب من الساعة، شو رأيك؟ ممكن، ممكن تجي القدرة الإلهية يأخذوني قبل المغرب من الساعة على الآخرة، ممكن ولا ما ممكن؟ في حارج وبواب على فضل الله وكرم الله، ما هو ما بده ياخذني لعنده، بده يخليني لكم قاعد معكم، ما بده اشركم. لكن وقت هو بده ياخذني ما حدا بحسن يجيبني، بدافع عني شيخ بشير. اي والله حاسن دافع عن حالك يا مسكين، وين بدك تدافع عني؟ في حدا منكم يدافع عني عن سيدنا عزرائيل اذا اجى يساومني؟ ارخوا الجلائل وسكروا الابواب، جاي سيدنا عزرائيل بده يسناولني. إذا غلط بواحد بيناتكم وأخذوا أنا ما دخلني، إلي علاقة أنا شيخ بشير. فديروا بالكم ما يكون الدور للشيخ زاهر.
جايك الدور هلا، انا ما بعرف زين عزرائيل عم يستناك، ما بعرف الا ورا الباب عم يستناك، بتروح منه. بدنا نعمل الصفات القديم والحادث، كل ما سوى الله حادث وليس قديم الا هو، قديم في الازل وقديم لم يزل وقديم لما نزل وقديم الى الازل، ما بتغير الا بتبطل، هو قديم. معنى قديم ديروا بالكم يعني كل شيء في هذا الكون هو اوجده، وكل شيء في هذا الكون حادث، والقديم وحده. سؤال ولاد صغار، وين بيعود؟ شو رايكم بالسؤال شيخ نايف؟ وين بيكون؟ إله مكان محدود نروح لعنده؟ إله كل البيوت التي بنيت باسمه هي له، أي بيت من بيوته بتعود فيه تجده موجود في كل الوجود ولا يغيب عن الوجود، موجود في الحاضر أو في الأزل أو في المستقبل، حاضرا لم يزل في كل الوجود، لم يزل موجود من الأزل وموجود إلى الأزل، بغيب شيء. لكن مين منكم بيحب يعرف وين محله؟ هو موجود بالبيوت تبعه، يعني هو الآن وين موجود؟ انتبهوا، أنا فايت فيكم هيك حتى وعيكم وين موجود؟ في كل الوجود. قديش حجم السماوات والأرض؟ هل هو يعادل كتلة بين السماء والأرض؟ أو هو السماء والأرض؟ شو شيخ حسان؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وهو موجود في كل الوجود. قديش حجمه حتى يعبي الوجود؟ سؤال، يلي صنع بلورة الكهرباء لو ما كان عقله أكبر من كل شيء بلورات كهرباء في العالم، كان استطاع أن يصنع بلورة الكهرباء؟ فالذي أوجد العالم لو لم يكن هو أعظم من العالم وأكبر من العالم لما استطاع أن يوجد العالم، فهو أوجد العالم، والعالم جزء من الحياة، والحياة جزء من الله عز وجل. كلكم أجزاء، وهو الكل لا يتجزأ،
ما رأيت معك شيخ بشير؟ الكل لا يتجزأ، معناه هو من عظمته يملأ الدنيا بأثرها. هو موجود الآن في هذا العالم، وبنفس اللحظات هو موجود بتركيا، وبنفس اللحظات هو موجود في ألمانيا، بنفس اللحظات هو موجود في سويسرا، بنفس اللحظات هو موجود في السعودية، بنفس اللحظات هو في العالم. بس أنت يا مسكين عقلك صغير، وقد ما عقلك صغير مين منكم بيعرف حاله إذا مشي؟ ما بتمشوا كلكم؟ شو الجهاد اللي بيفرض عليك الحركة اللي تمشي؟ يلي بيعرف الراس بعده، شو هاللي بيمشيك؟ إذا أنت مشيت على الأرض مين بيمشيك؟ مين بيحرك لك رجلك اليمين من إلى لقدام بيجيب الشمال اللي عندها؟ مين؟ هنالك قدرة، وهذه القدرة تملك كل شيء، وتحسن التصرف بكل شيء، ولكن هي قدرة. أجاب العالم قال: هل في عقول الملحدين غباء، أم في عيون الملحدين عماء؟ أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة بلهاء؟ قال: ممكن طبيعة البلهاء. قال: فإذا الطبيعة أدركت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء. كله موجود، بس أنت يا مسكين مالك موجود وتعب بتدور عليه وين بدك تلاقيه. هو موجود ولا يغيب، لكن أنت عندك استعداد تطلبه باستدعاه يجي لعندك؟ وإذا أجى لعندك قادر تتحمله؟ هو يملأ الكون، فإذا أجى لعندك شو بدك تحمل أنت؟ يملأ الكون كله، وأنت جزء من الكون، كيف لك أن تتحمله؟ ممكن؟ ممكن ارفع براء التسليم، ليس لك من الامر شيء. ما حضرت الله عز وجل سيدنا رسول الله الذي هو بشر في حال لم يكن قادر يصل عنده؟ ده وين؟ عن مدينة الله. إذا أنت حبيته بيجي بزورك في بيتك، بس كن صادق بالطلب، مو مشان شوفوني. أنت صادق بالطلب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما بتنام إلا يجي لعندك. أما إذا أنت ما عندك هذا الطلب، ولا عندك هذا الجهد، ولا عندك هذا الكادر، كن على جرحك لكان ليصير عندك القدرة تحسن تحمل الطلب. واحد طلب من واحد قال له: عندي شغلة بدي كم واحد يعاونوني. قال له: اجيب لك أنا ابني ومرتي وبنتي يعاونوك. قال له: اجيبهم.
اجا ذاك وحده. قال له انا جيت، شو بدك تطلب لاعطيك؟ قال له انا بدي 40-50 زلمه يجعلون. قال له انا بنوب عنهم كلهم. زلمه بنوب عن 40 زلمه؟ قال له اتفضل. إن هدول من هون لهنيك، بالواقع هدول بدون سنة نقل. قال له ايه مصلي ركعتين، راجل مصلي ركعتين رجال، الموضوع انتهى. شلون لما بتشتغل القدرة الإلهية تريك عجائب وغرائب؟ هل أنت مع الله ليريك كيف ينقل الأشياء من مكان إلى مكان؟ فإذا أنت مالك معه صير معه أول بعدين نحكي. من يصيام حاجتكم مع حاجة؟ قديش باقي للمغرب؟ ساعة. يلا تلحقوا تصلوا على بيوتكم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. أبو أحمد، أنت والشيخ والشيخ بتطلعوا لعندي، وأبو محمد قال النساء يلي عالستدة خلص الدرس فضولهم الستدة في عندهم مجلس، فلذلك لا ترنخوا فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة واكتب ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كان في سببهم من أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، أنسهم الله، وضعهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز لهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمين من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.